مدام حركت وفركت كده يبقى كده عايز تقول حاجة إيهاب. أصلي اتفقت مع بوسوها إن شاء الله اللي احنا هنروح بكرة نخطبها. ده إيه الخبر الحلو ده؟ أمال مالك بتخرج تفرك ليه؟ يعني أصل سوها أصرت اللي احنا نجيب الدبلتين والمحبس من هناك من الإسماعيلية. شيء عظيم. بس أنا خايف لحسن الفلوس اللي معايا يعني ما تكفيش تمن الدبلتين والمحبس وهنبقى في الإسماعيلية ومش هنعرف نصرف. ما تشيلش هم يا حبيبي، لو الفلوس اللي معاك قصرت أبيع حاجة من ذهبي وكمل أنت. لا يا ماما، أنا مش ممكن أخليك تبيع حاجة من ذهبك عشان أجيب ذهب لخطيبتي. يا حبيبي ده كله كلام فارغ، المهم إن أنت تبقى مبسوط وبكرة تجيب لي اللي أحسن منه. ربنا يخليك ليا يا ماما. وأنا إن شاء الله يعني هجيب معايا فلوس احتياطي عشان مصاريف الفرح والشربات والحاجات ديت، وإن شاء الله يا ابني ربنا هيسترها معانا. الله، مالك متضايق من ايه تاني؟ انا متضايق عشان الوضع اللي احنا فيه، واحد واكل نيابه زي مش عارف يحوش من المرتب وحق دبلتين ومحبس، لسه بقى تكاليف الفرح والشبكه والعفش الحاجات دي يعني. طب الناس الغلابة تعمل ايه؟ اكيد في حاجة غلط. الو، ايه يا ياسمين؟ وحشتني يا ماجد. ايه؟ وحشتكش؟ وحشتني. طب لما انا وحشتك ما بتكلمنيش ليه؟ وما رجعتش البيت لغاية دلوقتي ليه؟ هرجع فين؟ انت على طول كده تتخانقي معايا وتزعقيلي ونزعل من بعض وامشي وارجع تاني. انا تعبت زهقت يعني. هتظبطي؟ ها ايش يا ستي؟ خلاص هاجي. الله الله الله، ما تفهمنا يا طلعت يا حبيبي، ايه الحشيش ده كله؟ انت عازم البلد كلها ولا ايه؟ لا يابا، دي البضاعة الجديدة اللي هنزل من بكرة اوزعها، بس اللي حسابي. الله، طب والطلبة راح فين؟ طلبة تعيش انت، الدنيا اديتها له على دماغه بزيادة، اتمسك بخمسة كيلو حشيش. يا نهار اسود، طب انت جايب البضاعة دي كلها هنا ليه يا طلعت؟ لا يابا، ما انا مش جايب البضاعة دي اخزنها هنا، انا عندي المخزن بتاعي الجديد اللي الحكومة ما تعرفش عنه أي حاجة. يابا دي البضاعة دي بتاعت الباشا، الباشا الكبير اللي كان بيشغل طول بنفسه. شكلها هتلعب معانا يابا، وهبقى امبراطور بجد زي ما حلمت طول عمري. نفسي بقى. شفت يابا؟ شفت الزنا وشها حلو عليا ازاي؟ وشها حلو عليك، لكن وشك كان على فقر اخويا تقفش. يابا انا مالي، انا مالي ميغور في داهية. طيب وزينة عرفت؟ لا، مش عارف لما هتعرف ايه اللي هيحصل. يا لهوي يا وصلت قصة داهية زينة، اخدوك مني يا ضربة، عزي الله نعمل الوكيل. يا لهوي يا علي يا ضربة. زينة اهدي بقى زينة. ليش ان انت رايح للباشا؟ انت اكيد كنت عارف منه. يا بنتي اهدي بقى، وهي هتفرق معاك ايه؟ عرفت الاول ولا عرفت الاخر؟ طب انا عايزه اروح لاخويا، ماليش دعوه، هتنزل معايا ولا لا؟ يا بنتي تروحي له فين دلوقتي؟ مطرح ما هو محبوس، مش تلاقيه في الازمه. ده احنا لو وقفنا على شعر راسنا مش هنعرف نشوف. ماليش فيه، هقعد له على باب الاسم يعني، هقعد له، هتنزل معايا ولا لا؟ يا زينة يا حبيبه قلبي اهدي والصبح بابا. طب والباشا ما طلعوش ليه؟ ما هو الباشا هو اللي بيكلمني اصلا، وقال لي ان هو هيقعد له شهرين ثلاثة وهيطلع على طول. شهرين ثلاثة؟ وانا هيجي لي صبر اصلا. اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. بقول لك ايه، احنا نقعد لحد ما تستريحي وبعدين نروح. انا شكلي تعبانة مش هقدر. خلاص يا حبيبتي خليكي قاعدة هنا لغاية ما تبقي كويسة. تمام، وانا هبقى اعدي عليكي اشوف عايزة حاجة كده ولا كده، مش هسيبك يعني. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. في اكل هنا؟ شت مفيش. بس احنا ممكن نعمل دليفري.
انا يا بابا الكلام ده ما ينفعش. انت تروح تجيب شويه انارب على شويه حمام على فراخ على كريمه لباني على رز على خضار مشاكل البيت لازم تتقوت. يلا طيب اوكي عايزين حاجه تاني؟ حلو كده. طيب لا مش هتاخر. يس استنيني يا اختي. لا يا اختي ايه الست دي. سلامتك يا بنت. الله يسلمك. لا الشبشب ريح ريح العي العبايه ومددي. انت اليومين دول ما تعمليش اي حاجه. انا هاكلك واشربك واطبخلك هعلفك يا بنت. ربنا يخليكي ليا يا زوزو. يا حبيبتي ده انت اختي ما تقوليش كده. تعبتك معايا. انا من غيرك ما كنتش عارفه اعمل ايه. ياكشي يتمر. هقوم ادعبس في المطبخ اشوف حاجه تتاكل ولا تتشرب كده. ايوه ياما ازيك عامله ايه؟ بقولك ايه ياما انا حبات اليومين دول في المستشفى زي زمايلي البنات. اصل عندنا شغل كتير قوي. اصل الوزير هيجي يزور المستشفى. صوتي تعبانه شويه من الشغل. بقولك ايه ياما شكل الدكتور بينادي عليا. هكلمك بعدين. سلام. والله زعلانه منك كده برضه يا بيبي. تسيبني والبيت مع اصحابك وانت عارف انا بخاف انام لوحدي. بتنامي لوحدك ايه وانا بيبي سيتر ولا انت مجنونه؟ اسمعي ياسمين انت قلتي لي كلام ما صحش تقوليه. اوعي اوعي تجرحيني ولا تيجي جنب الكلام ده تاني. شعري اللي مش عاجبك ده اللي بتقولي عليا مش موهوب انت اخدتيه وغنيتيه ونجحتي بيه. طب ممكن ننسى اللي فات ونبتدي صفحه جديده؟ اسمعي انا مش هبطل شعري يا ياسمين. اوعي اوعي تقولي لي كده تاني. بجد انت جرحتيني يعني. مش ناحيه المنطقه دي نهائي. خلاص مش مهم. المهم ان انت جوزي ومدير اعمالي. بس انا مش عايزه يبقى في شغل ما بيننا عشان ما يسببش مشاكل. ماجد انت مش فاهمني خالص. انا مش عايزه غير حضنك وبس. ده لي كده على طول زعليني وترجعي تصالحيني. ها مش سايباني في حالي. افضلي كده تلعبي في مشاعري ماشي؟ عشان تعرف ان قلبي طيب واني بنسى اي زعل ما بيننا بسرعه. تعشيت ولا لسه؟ لسه. يبقى نتعشى مع بعض عشا رومانسي. تحب تتعشى بره ولا تتعشى هنا؟ بره ايه بقى؟ ينفع بره بعد الكلام ده؟ هنا طبعا. يا رب هو غاب كده ليه يا اخويا؟ شويه وخارج يا زينة شويه وخارج. طب ما تسال عليه جوه. يا بنتي ما انا لسه سائل عليه دلوقتي قدام خارج. يا حبيبي يا طلبه ما كانتش ليك البهدله دي والله يا ابدا. ده غلبان غلبان يا طلعت والله. والولي والولي كمان ما احنا طالعين ال 40 بتاعه. يا حبيبي يا طلبه اهو طلبه عامل ايه يا اخويا والنبي؟ انا كويس. انت ايه اللي جابك هنا يا زينه؟ جاي اطمن عليك. ليه انت بتعملي كده في نفسك؟ الله انت جبتها لي يا طلعه. يا عم العالم وعهد الله كانت عايزه تخش لك الحبس جوه كمان يا زينه كمان. شده وتزول يا اخويا ان شاء الله هتخرج براءه ان شاء الله. ان شاء الله ما تقلقيش. قول لي يا طلعه. ايه يا ابو نسب؟ انت تروح للباشا وتبلغه باللي حصل لي. قول له ده مغرس ومعمول فيا بالعند. يا عم ما الباشا عارف ما هو اللي قايل لي. والله؟ امال ما خرجنيش ليه؟ ما خرجنيش لغايه دلوقتي يا طلعه. تلاقش هيخرجك هيخرجك. ماشي اما نشوف. اهدى بس يا اخويا. ماشي بص عايز حاجه يا طلبه؟ خلي بالك من نفسك يا زينه. انت خلي بالك من نفسك. خلي بالك من زينه. انت معاك سجاير؟ لو ضايقتها ضايقك يالا. خلي بالك من نفسك يا طلبه. انا في ضهرك يا اخويا. طلبه بص يا رنا بص الصوره دي بفكر ان هي تبقى الكفر بتاع الالبوم بتاعي. ايه رايك؟ حلوه بس انت عندك صور تانيه كتير احلى. في صوره انا بحبها كنت لابس فيها قميص ابيض وراك خلفيه زرقاء. افتكرت الصورة دي. على فكرة أحلى. ميرسي يا رانيا جدا. عشان تعرف إن أنا واخدة بالي منك وأنت مش واخد بالك. أنا مش واخد بالي؟
واخد بالي من كل حاجة. وعشان تعرفي بقى ان احنا بقالنا اسبوعين ما بنفرقش بعض وان في حاجات كتيرة قوي مشتركة ما بيننا. اه طبعا مش جديد يا ناجي، عادي، ما احنا بقالنا مع بعض 6 سنين. 6 سنين؟ ياه رانيا انا بحبك. ايه؟ انا بحبك وعايزك تكملي معايا حياتي. انت عارفة عني كل حاجة، انت عارفاني فهماني اكتر من نفسي، مبقتش قادر استغنى عنك. انا مش عارفة اقولك ايه. ما تقوليش حاجة، انا عايزك تقوليلي كلمة واحدة بس، ناجي انا كمان بحبك. ايه رأيك؟ موافقة؟ هتفضلي زعلانة كده كتير؟ مش قادرة يا فؤاد، مش قادرة انسى منظر المكتب المرعب. يبقى انا غلطان بقى اني خدتك معايا. لا ما تقولش كده يا فؤاد، كل الحكاية اني انا مش لاقية تفسير، يعني دماغي هتنفجر. مين اللي تجيله الجراءة يحرق مكتبك بالطريقة دي؟ مين اللي بيكرهك؟ ده انت شخصية محبوبة، رمز من رموز القانون في البلد، مفيش حد عاقل ممكن يكرهك. على اي حال اللي عمل العمله دي ربنا هيحاسبه قبل القانون ما يحاسبه. بعدين يا ستي هتعتبريه اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ده مش اختبار يا فؤاد، ده ابتلاء. اختبار ابتلاء. المهم انه باذن الله المكتب هيرجع ويبقى انجح من الاول. امين يا رب. اشوفك بخير يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. نضحك بقى. تعالى يا شريف. تمام يا فندم. طب اجي لحضرتك في وقت تاني بعد ما تستريح شويه يا فندم. انت تيجي في اي وقت اتفضل. تمام. الحقيقه يا فندم انا جاي لحضرتك بخصوص التقرير بتاع العيال المشتبه فيهم. زي ما حضرتك هتشوف في التقرير ان الولاد طرأ عليهم تغيير كبير جدا. ده غير ان معاهم فلوس كتير غير معلومه المصدر يا فندم. وصلت لاي ادله؟ لا يا فندم لحد دلوقتي. طب شوف يا شريف انا عايزك تجيب اذن من النيابه بمراقبتهم عشان تقدر توصل لادله واضحه وصريحه. عايزك تقبض عليهم متلبسين. تمام يا فندم، بكره ان شاء الله اروح النيابه اجيب اذن المراقبه يا فندم. طيب في حاجه تانية يا شريف؟ لا يا فندم شكرا. طيب صباح مع السلامه. بقول لك يا دندن، ها ما تيجي تباتي معايا النهارده؟ اشمعنى يعني؟ بنت رانيا وصوها سافروا وسابوني ولاد اللذينه، وانا يعني مش عايزه ابات لوحدي. طيب هشوف كده. دي لسه هتشوفي، مش محتاجه تفكير يعني. انت بيتة لوحدك وانا بيتة لوحدي، نقضيها النهارده سوا ونونس بعض. طيب ماشي، هبقى اعدي عليكي بالليل ان شاء الله. ماشي اتفقنا. ازيك يا اسهام؟ هاي خلود، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا حاج برعي؟ ازيك يا حاج محسن؟ يلا بينا. يلا. ايه ده رايحين على فين؟ رايحين نادي الصيد. اه طب اجي معاكو؟ تيجي معاك ايه يعني؟ بتقول لك رايحين نادي الصيد، رايحين نصطاد احنا، فيعني خليكي في كوزك لما نعوزك. ماشي يا عم، كوز المحبة اتخرم طرطش على كمي. هو انتوا مش هتبطلوا اللي انتوا فيه ده ابدا؟ انت ممكن تيجي معانا بس تقطعي تكت عادي. ها؟ لا متشكرة قوي، روحوا انتوا اتفضلوا عيشوا حياتكم. جدع. هبقى اعدي عليكي بالليل. يلا هستناكي. يلا بينا. يلا. يلا. فرسي. يلا حبيبي مش تلبس خطيبتك الجبل بقى. انتوا مستعجلين ليه؟ ما لسه بدري. عشان نلحق ننزل مصر ان شاء الله. ما تخليكوا تقطعوا عندنا النهارده. معلش بقى يا عمي عشان عندي شغل بكره ان شاء الله. يا ايهاب شغل يوم فرحنا كمان، يا اخي خد اجازه يوم. انت عارفه انا نفسي طبعا، بس انا داخل بقى على مكان جديد وما ينفعش اخد اجازات من اوله. طب يلا بقى لبسها الدبل عشان نفرح بيكوا حبيبتي. ماشي يا ست الكل. زي ما قالك عندي طبعا اكتر من كده مليون الف مره. دي حاجه بسيطه يعني. انا عارفه يا ايهاب ما تقولش الكلام ده. وبعدين الحاجات دي كلها مش فارقه معايا، المهم انت. زغرك يا ابو العروسه. يا الف بركه يا الف بركه. مش بتعرف والله. مبروك يا حبيبتي. الف الف مبروك. انت عرفتي ان ايهاب هيخطب سهى النهارده؟ قالت لي
حتى كانت قالت لي اروح لها اسمع ليا، بس انا بصراحه كبرت ماليش يعني في الافراح والكلام ده. يا سلام يا بنتي، ما فيش بنت في الدنيا ملهاش في الافراح وما نفسهاش تتجوز وتفرح على فكره. يا ست انا لا، انا مش متلهفه على الكلام ده، في حاجات اهم بكتير في حياه البني ادمين من الكلام ده كله. ليه اسمع كلامك ده ما يشوفكيش وانتي مع خالد؟ يعني ايه انا مع خالد؟ يعني شكلكوا بصراحه مفقوسين قوي. لا يا بنتي، مفيش اي حاجه من الكلام اللي انتي بتقوليه ده خالص. يعني انتوا مش مرتبطين يعني او بتحبوا بعض من ورانا ولا حاجه؟ لا طبعا. امال ليه اللي يشوفكم مع بعض يقول يعني انتوا؟ يقول ايه؟ مفيش حاجه اكتر من ان احنا اتنين عاديين اصحاب. يمكن هو لازق فيا شويه، لكن انا عن نفسي ما بصلوش ابدا. ليه بقى ان شاء الله يا حبيبتي؟ هو خالد يعني كخه ولا وحش ولا فيه ايه؟ ده مرجله الدنيا فيه وجدعنه الدنيا فيه، امال عايزاه يبقى ايه زي العيال الفرافير بتوع اليومين دول؟ يا ستي طب وانا مالي؟ لا هو ولا غيره في دماغي، لا دلوقتي ولا بعدين. بجد؟ اه طبعا. بس تعالي انت مالك كده يعني مشغوله ومهتمه بالموضوع ده؟ تكونيش. اكون ايه؟ انا مش مشغوله ولا مهتمه. ما تفكريش في حاجه، انا ما فيش حاجه في دماغي خالص، انا زيك بالظبط. طب بذمتك مش كده احسن؟ اه طبعا طبعا احسن. الاكل ريحته زي الفل. مش مسلوق بس دوقيه بقى، هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو، طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. ما خلاص بقى يا زوزو، خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. يما انسي كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقول يا زوزو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي. المسامح ربنا بقى. انا مش عارف اسوس اعمل لك ايه عشان ترضي ولا حاجه. طب دوقي بس دوقي. سوسو انا مش هسيبك، انت هتفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه الموضوع رسمي معاكي ده يا سوسو، ما احنا ماشيين زي الفل اهو. اه فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انت روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا. بقولك يا زوزو الاكل برد، قومي سخنيه تاني. طالعه. طلعت انا زهقان. طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ اقوم اشقلب عشان تتسلي؟ لا عايزه اتفسح. فسحي؟ فسحي يا زين، اتجننتي ولا ايه؟ يا طلعت انا زهقانه، انا محبوسه في البيت ولا كاني في شهر عسل؟ ده ايه الغم ده؟ بقول لك يا زينه ما تقرفنيش كده؟ طب وحياه امك؟ وحياه امك يا طلعت لبيتك النهارده على الكنب وبقابلني. دايما انت كده تفهمي غلط. يا بنت يا بنت واحدة الله، انا نفسي افسحك وادلعك واروقك. انت ناسي يا زينة؟ ده انت الحب والموب والاسد والدب. ياكش بس انت اللي ناسي موضوع طلبة. انا يا زينة مش قادر مش قادر مش قادر انسى دي الطلبة، مش قادر انسى المكان اللي موجود فيه طلبة دلوقتي. عندك حق، ومين ليه نفسه يتفسح؟ ده انا قلبي بيتقطع كل ما افتكر اللي حصل يا حبيبي يا اخويا. معلش بستوعدك يا زينه، وعهد الله ابيع بس الحته اللي معايا دي واكايش فلوسها، هلففك العالم، شرم الشيخ واسكندريه وبنطيم واسماعيليه، هتعيش يا بنت. يخرب بيت عقلك يا هيثم، ده انت طلعت مصيبه. اقول لك واحده تانية. بس بيقول لك يا ستي واحد قال واحد، اقول لك على حاجه، قال له قول في بير، قال له شوف 5 جنيه سلام. هاي ميجو تعالى يا بيبي. ايه اتاخرت ليه يا ماجد؟ القعده كانت عايزاك والله. انا اللي عايزك في كلمتين. عايزني انا؟ عايزك في كلمتين تعالى. ايه اللي جاب الواد ده هنا البيت؟
كان جايب لي الاغنيه الجديده على سي دي. يعني ايه؟ يعني ايه يجي البيت وما فيهوش حد؟ يعني اعمل لك ايه؟ اجيب لك محرم؟ انت عارفه كويس ان الشغاله اجازه النهارده، يعني البيت فاضي، ازاي تسمح انه يجوا وتقعدوا مع بعض كده؟ هو انت لسه يا ماجد بتغير عليا؟ ايوه يا ستي بغير عليكي. راجل بقى هتعملي ايه؟ الموضوع ده ما يتكررش تاني نهائي. انت في ايه؟ انت حسستني ان انا امينه وقاعده مستنيه اوامر سي السيد. تنسيت انا مين؟ انا ياسمينه. ياسمينه ياسمينه، انا بخاف عليكي وبخاف عليكي من كلام الناس، يعني لازم تظبطي نفسك. لا يا حياتي ما تخافش، ركز انت بس في المذاكره والشغل، واعمل حسابك ان احنا بكره عندنا ميعاد مع متعهد حفلات كبير عايزني في حفله كبيره قوي، ويا ريت ما تغيرش منه اصله راجل كبير. صباح الفل يا بيه. اهلا 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 شبيه. اتفضل. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ها ايه الاخبار؟ يا ترى حضرت لنا اذن المراقبه؟ ده مش هياخد ثواني ان شاء الله. بس غريبه اللي انت جايب نفسك يعني عشان تستلم. يا بيه ما انت عارف انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. اربع اولاد وبنت. ايوه هم دول المشتبه فيهم. ايه يا ابي في حاجه ولا ايه؟ لا لا ابدا ما 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 فيش حاجه خالص. غريبه شايفك متاخد كده اول ما شفت الصور اللي في الملف. لا ابدا اصل حضرتك عارف يعني ضغط الشغل كده وبيسبب ارهاق شويه يعني. كان الله في العون. اذن المراقبه هو وادي الملف بتاع القضيه. تمام ربنا يوفقك ان شاء الله. شكرا جدا جدا مبسوط ان انا شفتك. شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. رجعت بدري ليه؟ ده انا لسه ما خلصتش الغدا. استني في ايه؟ بتبص على مين؟ استني بقى يا زينة. في ايه؟ حكومة. يا لهوي جايين على هنا ولا ايه؟ انت لا. امال ايه؟ هم قاطريني من عند الجامعة لحد هنا. انا حاسس اني متراقب يا زينة. يا لهوي يا نهار اسود مترعب. هما مش بيكفيهم خد اخويا هياخدوك مني انت كمان. يا بنتي بقى ما توتريش اصلا انا متوتر دلوقتي. اهم حاجه اطلع احط البضاعه في شقه طلبه. مش لاقي الا شقه طلبه اللي تحط الحشيش فيها؟ هو ناقص يا بنتي طلبه اصلا في السجن هيسجنوه تاني جوه. اهدي اهدي انت بس. مقدرش اقولك كم ضغط الشغل اللي عندي في المكتب، كم ملفات وقضايا رهيب. ربنا يكون في عونك يا حبيبي. ده الواحد الشيخ ما بيلحقش يكمل فنجان القهوه بتاعه، الريس يطلبني ولا مش عارف حاجه. بقولك ايه صحيح؟ معاكي رقم دينا؟ دينا؟ وعايز رقمها ليه؟ هتعرفي دلوقتي، طلعيه بس من على الموبايل بتاعك. اوكي. اتفضل يا سيدي رقم دينا. هو ده؟ الو ايوه يا دينا ازيك عامله ايه؟ انا ايهاب صلاح. اه ازيك سؤال. الحمد لله كويس. بقولك يا دينا انا كنت عايز اقابلك، كنت عايزك في موضوع مهم. لا مش هينفع في التليفون. طيب خلاص متشكر قوي، هتصل بيكي تاني وارتب معاكي. سيبي بقى الرقم بتاعي عندك. ها اوكي اوكي يا دينا يلا مع السلامه. اتفضلي اتفضلي. باي باي ايهاب. باي باي. غريبه قوي، هو ده ايهاب بتاعنا؟ بيقولي عايز يقابلني. ليه؟ مش عارفه، بس الغريب في الموضوع بقى انه بيقولي انه عايز يقابلني لوحدي من غير سهى يعني. لا دي غريبه فعلا. تفتكري عاوز ايه ده؟ مش عارفه، حتى مش لاقيه له اي مبرر. طب ما سالتوش ليه في التليفون؟ مش عاوز يقول في ايه في التليفون، بس شكله كده الموضوع مهم. انا قلقانه بصراحه. وليه القلق؟ ما تروحي تساليه وتعرفي كل حاجه، بس اهم حاجه سهى ما تعرفش. لو عرفت هتزعل قوي انك قابلتيه من وراها. لا طبعا مش هعرفها خالص، انا ناقصه وجع دماغ. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ممكن اعرف سيادتك كنت عايزها في ايه؟
مفيش، عايزها في موضوع كده يعني. وايه هو الموضوع؟ جايب لها شغل. اه شغل، ويا ترى بقى ايه هو الشغل ده؟ لا انا عن نفسي بقى ما بحبش اقاطع، اسكنها في الشغل الاول وبعد كده هتعرفي كل حاجه يا حبيبتي. ماشي اوكي حبيبي، ما انا هاجي معاك وهعرف كل حاجه. لا ما هو مش هينفع تيجي معايا يا سهى. نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه في يا سهى مالك؟ هروح اقابلها وبعد كده هتعرفي كل حاجه. لا ده انت عايز تجنني بقى. اجننك ليه بس يا حبيبتي؟ يعني انت عايز تروح تقابل دينا لوحدكم من غير ما تاخد خطيبتك معاك، وكمان مش عايز تقول لي انت عايزها في ايه، ومش عايزنا تجنن. وايه اللي يجننك؟ ايه بس المشكله في كده؟ هتعرفي كل حاجه في وقتها. لا يا ايهاب، انا لازم اعرفه دلوقتي حالا انت عايزها في ايه، وكمان لازم اجي معاك. قلت لك مش هينفع يا سهى. وادي يا طالع، يا طالع انت قال قوم يا راجل، خلي عندك دم، قوم بقى لي ساعه بصحي فيه. يا زينه بقى يا زينه، هو انا متجوز من ابي؟ عايزه ايه؟ عايزه اروح للنيابه عشان اشوف طلبه اوكل له محامي. يا زينه لسه بدري يا زينه، سيبينا انام شويه والنبي. هو ده لو كان اخوك كنت هتسيبه مرمي كده؟ قوم بقى لي ساعه بصحي فيك، حرام عليك. طيب هدي بس صوتك عليا على الصبح كده عشان اعرف افكر. انا هتصرف بس سيبيني اريح شويه. هتعمل ايه قول؟ عندي واحد صاحبي كده وكيل نيابه، اكلمه اشوف هنعمل ايه. بجد؟ طب كلمه بجد. خد الزينه بقى. الو ايهاب باشا، ازيك يا طلعت؟ عامل ايه؟ صباح الفل يا عم العال. ازيك يا برنس؟ وحشني كتير. غريبه بقالك كتير يعني ما اتصلتش. اه عشان كده يعني. حاضر اشوف لك الموضوع ده. لا تعالى لي المكتب الاول. لا ابدا، انا عايز ادردش معاك شويه. ربنا ما يحرمنا منك يا عم العال. تسلم يا كبير، نغنمك ان شاء الله يوم فرحك. يلا يا باشا. ماشي يا كبير، سلام يا عمو. سلام سلام. خلاص هجهز نفسي بقى واجي معاك. تيجي معايا فين؟ للنيابه. وانت مش عايز نقف جنب اخويا في الظروف زي دي ولا ايه يا طالب؟ لا لا يا حبيبتي بهزر. طبعا تيجي معايا، ده انت العسل العمر. قومي جهزي. ايوه كده اصلا. سوري يا حبيبتي، ان شاء الله باذن الله النهارده هستلم المكتب من مهندس الديكور. بصراحه الراجل عامل شغل يجنن، والبركه في دماغك يا روحي. حبيبي عارف نفسي اخلي المكتب ده يرجع احسن من الاول. عايز المكتب ده يبقى احسن من الاول؟ يبقى تيجي تشتغلي معايا في المكتب. انا؟ لا 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 انسى. انسى ليه؟ انت دفعتي في حقوق وعضو نقابه. بس انا خلاص نسيت المحاماة ونسيت القوانين من يوم ما محسن أصر يقعدني في البيت. فاكرة لما كنا بنتدرب أنا وأنت في مكتب الأستاذ مسعود؟ ودي أيام تتنسي. أيام أنا كنت معجب بنبوغك في المحاماة، كنت متوقع لك إنك تبقي محامية كبيرة أوي. ربنا يسامح محسن، أصر يقعدني في البيت. نسيت المحاماة ونسيت القوانين، وهو برضو أهو ساب المحاماة واشتغل في البيزنس. فاكر مين اللي عرفنا على بعض؟ أنا، وكانت غلطة عمري، لأني كنت بحبك أوي. بس بقى لما لقيتكوا ارتبطتوا ببعض مرضتش أدخل في نزاع مع صديقة عليكي، بس برضو كنت غلطان لأني كان لازم أحارب عشانك. نصيب أهو، اتجوزت وخلفت وانت برضو اتجوزت وما خلفتش. كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي لما عرفت ان العيب عندي وفصلنا. فؤاد حبيبي، المهم النهاردة احنا مع بعض. كل اللي لازم نفكر فيه هو النهاردة وبكرة وبس. إن شاء الله. عموماً
انا هنزل الجامعة دلوقتي بالليل هروح المكتب سوا. اوكي باي يا حبيبي. باي روحي. خلي بالك من نفسك. السلامة.